فيما يتعلق بإقرارات الدين المالية، وقد تم تبني سياسة تقديم إقرارات الدين المالية، وهي والمتتبع للعديد من القرارات الصادرة على مراكز صنع القرار، نجد أن غالبا ما يسعى أو بالإدعاء هذا التأثير أنه لمصلحة الرئيس الذي يتيح للمواطنين الاطلاع يتحدث. مؤتمرنا اليوم جاء خصيصا يعني مواكبة للأحداث الأخيرة اللي حصلت في الشارع الفلسطيني، ووجود هيمنة من قبل السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وأن عملية اتخاذ القرار بتتم من ضمن مجموعة محددة قريبة من السلطة التنفيذية من أعلى رأس هرم السلطة التنفيذية، والأحداث الأخيرة وما رافقها من قمع للحريات خصوصا حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، كل هذا دعا أنه إحنا في أمان نركز في مؤتمرنا السنوي على موضوع نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي، لأنه كان في مؤشرات واضحة بتدل أنه إحنا متجهين نحو الفساد السياسي في إدارة فلسطين. طالب أيضا كانت مطالبتنا الأساسية هو الدعوة مباشرة للانتخابات العامة، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الشفافية والمشاركة وتعزيز المساءلة المجتمعية في إدارة الشأن العام.